الخوجة في وسط الملعب، كرة طويلة وصلت لحمزة الكردي، حمزة داخل منطقة الجزاء، حمزة وجول أول، جول أول لفريق جبلة، هدف مبكر، هدف مبكر لفريق جبلة عند الدقيقة الثالثة. حمزة الكردي يفتتح التسجيل، يفتتح التسجيل حمزة الكردي بهدف في شباك شيفان أوسي، هدف سيريح جماهير الكرامة وحطين بغض النظر عن النتائج الأخرى. إذا جبلة يفتتح التسجيل مبكرا. عبد الله على جهة اليسار للكردي، الكردي عبد الله حمود، عبد الله حمود، ولكن الكرة مرت للولو، تبقى الكرة مع يوسف عرفي، خليل إبراهيم، خليل والتسديد الجميل والتصدي من عيسى الأشخر. قبل مالك علي، مالك كرة طويلة لحاتم نابلسي، حاتم نابلسي، والحكم يشير لوجود ركلة جزاء، ركلة جزاء للشرطة. خليل بيتقدم، خليل وبيسدد، خليل جول التعادل، الشرطة بيسجل هدف التعادل بالوقت القاتل من الشوط الأول. إذا هدف أول للشرطة، خليل إبراهيم عم بيسجل هدف التعادل من ركلة جزاء، ركلة جزاء اللي حصل عليها حاتم نابلسي. بيخطف الكرة مالك، رجعت لعبد الله حمود، عبد الله والعرضية موجودة، علي سليمان، لكن بأحضان الحارس شيفان أوسي. يعول فريق الشرطة على تسجيل هدف التقدم وأن يعود بخبر سار. يوسف عرفة، يوسف والتسديد، يوسف جول، جول يوسف عرفة، يوسف عرفة يمنح الشرطة التقدم. خطأ فادح كان من لاعبي فريق جبلة، عادت الكرة بخطأ إلى يوسف عرفة. حاتم داخل منطقة الجزاء، حاتم أمام الثالث، حاتم لمجد الغايب، مجد الغايب، مجد والتسديد، تسديد لكن بتمر، مرت الكرة بسلام. الحكم يأمر محمد خلف الخروج من الملعب، تعرض لإصابة، وعبد الإله حفيان داخل منطقة الجزاء وإبعاد من شيفان.